كأنك تريد أن تقول لي أنا وأنا في سن أبنائك وأبنائك جميعا أنه يجب أن نقرأ الأمور بإنصاف وألا تكون الصورة يعني نظلم الناس كذا. أنت عندما تذكر لي هذه الأمور يعني كأنني أول مرة أسمعها يعني بصراحة, يعني وكأنه يراد منا أن نشوه صورة كاملة أو أن نمدح صورة بكاملها, صورة فيها توازن. لا, أنا أعتقد أنه يجب أن نحاكمهم بظروفهم. يعني الإمام يحيى رجل انتقل من حجة حجة, مش من حجة, هو كان في مناطق ثانية في الأهنوم. الأهنوم نعم. من هذا إلى صنعاء, فمعلوماتهم عن العالم محدودة. يعني الرجل لم يزر البحر, لم يره أبدا, لم يره. أول رحلة قام بها هي إلى دمت. دمت لأنه نصحوا أن فيها مياه حارة كبريتية ساخرة, فذهب إليها. هذه قدي أبعد دولة, أبعد دولة. ففي الحقيقة يعني هذه المجموعة, هو والسيد عبد الله والقاضي عبد الله العمري اللي هو رئيس الوزراء, كانت معلوماتهم محدودة, لم يعرفوا ما يجري في العالم. فلا نستطيع أن نطلب منهم فوق طاقتهم, فوق طاقتهم, هذا ما يملكه. أيوه. وبعدين أول ما أتيحت الفرصة باجتماع الجامعة العربية وكذا وخروج سيف الإسلام عبد الله, سيف الإسلام الحسين, بدأوا يعودوا بأفكار جديدة مما يشاهدوه ويرونه, وبدأ يستجيب لبعض الأشياء.